يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الموروث البحري الخليجي بموسمها 2018-2019 ومسابقة صيد الأسماك التي دائما تحظى برعاية سامية ومكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من الشيخ سالم النواف لأحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة المنظمة للموروث البحري. ضيفنا في هذه الحلقة حداق من الدرجة الأولى، نروح حق هذا الفاصل ونرجع ونعرفكم على ضيفنا. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، احييكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الموروث البحري الخليجي لموسمه 2018-2019. اليوم ضيفنا في هذه الحلقه العم قاضي الصلال، عضو من اعضاء لجنه التحكيم في الموروث البحري الخليجي. العم مساك الله بالخير. يا هلا مرحبا، الله يمسيك يعطيك العافيه. وياك الله يسلمك. الله يطول عمرك. وياك الله يسلمك. ودنا نتكلم عن مهرجان الموروث البحري الخليجي، حلو، والمسابقات الجميلة اللي اليوم صارت حديث الساعة، الكل يتكلم عنها. حلو، انت تكلم بما انك انت عضو من اعضاء اللجنة، شلون وشلون تتم الترتيبات والمسابقات؟ والله احنا شوف، يعني مثلا المسابقة اذا صار مثلا موعد المسابقة بعد يومين، فنرتب نجهز الاعلام ونجهز الخياش ونجهز كل شيء، والكرات هاي مالت البحر تحديد المكان اللي حتقوم فيه، كل شيء مرتب وجاهز، واوراق مطبوعين حق الاسامي وحق تسجيل كل شيء. حلو، نجهز. اي جميل. انزين، عاده الحداق يطلعون الصبح مثلا الساعه 8 ايه؟ يتجهون الى المكان المحدق اللي انتم مرتبينه لهم. مرتبينه لهم، وتالي يخلصون يرجعون. ايه؟ وتبدا اللجنه فرز السمك ونحكم على السمك. حلو. بعد الفرز يتم تقولون مثلا اعلان النتيجه. لا، تعلنون النتائج. ايه؟ انزين، شلون يتم اعلان النتائج؟ سلامك الله. طبعا تجي الخياش مالت المتسابقين. ايه؟ زين، تحطونها يمنا هني. حلو. طلعون خيشه خيشه. جميل. تجيب الخيشه فتش، قصون الشريط مالها. ايه؟ لان في شريط ساك على اساس لا يصير فيه لعب. العلم داخل والكرت مال المتسابق داخل. حلو. طبعا طلع كرت السمك، عندنا ابو ناصر وهو المسؤول طبعا واقف على الميزان. جميل. ياخذ الكرت يحطه عنده، ما يعلن اسم المتسابق. جميل. الا لما يقول السمك اوكي، شاف شفناه احنا. جميل. ما في شيء، حطه على الميزان، قال فلان فلاني رقم هالكذا. حلو. سجلنا احنا. ايه؟ بالورقه. ايه؟ رقم كذي فلان، عرف شلون؟ جميل. حطه بالميزان كم كيلو، سجلنا قدامه كم كيلو. ليش ما يعلن اذا حط السمك ما يقول فلان؟ ليش؟ لا، ما يقول، اساس لا حد يعرف من الحكام احنا ان هذا السمك منه، الا عقب ما نشوفه انه اوكي ما في شيء. فهمت قصدي؟ إيه؟ يعني خاف اساس لا يشكون انه والله فيها كذي فيها كذي، يعني من باب مصداقيه اللجنه. احسن شيء. إيه؟ فطبعا تمشي، شفنا السمك مو زين، اللي مو زين نعزله ينشطه. انزين، في بعضهم يصير يغلط،
غلطان مثلا قط سمكه ينساها برا شيء تطول شويه خصا وبيه وبيه ما لها روح صحيح. مو مثل الشعم صحيح. الشعم والسبيط هذا قوي هذا والهامور يطم لو كل اليوم يتم عادي على ثلج مهله صادق تشوفه شاطر الوديه ما لها روح خصها صارت معوده الولميه هذه اي ومترى من يوم من ضمن الشغلات هذه ولدي انا طلعته من التحكيم كان الاول شلون شلون صايد نويبي غير الشعوم اللي صايدهم هذا كذا نويبيه وقاطهم ما ردهم ما حطهم بالثلاجه كان قاطهم 6-7 وحدات تقريبا 6 ولا 7 قاطهم برا غير الصيد صايد وايد وهو يعني صايد حول 35-34 كيلو صايد هذيلا لما حطينا السمك بالارض شفنا السمك شفنا هذا طبعا تشاورنا انا ويا حكام الباقي اللجنه ويانا واحمد وكلنا فشفنا قال ايش رايك ابو فيصل؟ طبعا لان الشور اول هو فقال لا والله هذا السمك مو زين هذا الاربع خمس سمك مو زين ايش رايك ايش رايك؟ شلنا السمك زين مع ان السمك هذا طلع مال ولدي الله شفت شلون هو غلطه وانا هاوشته هو غلط لما شاف السمك مو مره نجف يابه كان يغسله بالماي خربه زياده شلون يا يبا انا معلمك البحر معلمك كذي تسوي غلطان زين شفت السمك 6-7-10 سمكات 15 سمكه شفت فيهم شيء يعني ما عجبك احطهم بالثلاجه ما احطهم مع السمك المسابقه تطلع الاول مبكر يعني انت ما شاء الله وايد صايد قال يبا راحت علي وغلطت وانا فيتحمل غلطته وانا طبعا ولدي يعني مو واحد يعني هذا شيء في حرام احنا ناس مأمنين عارفين على اساس انه تكلم الصح انه صح المسابقه لها يعني تنظيمها ولها لجنتها يعني ما في شك انها هذا طبعا احنا بنروح حق هذا الفاصل ونرجع نسولف معاك سولف طيبه حياك الله عسى الله يحفظك فاصل اعزائي المشاهدين بنرجع نتواصل معاكم رجعنا معكم اعزائي المشاهدين وضيفنا في هذه الحلقه العم قاضي الصلاب مساك الله بالخير يا هلا مرحبا الله يمسيك سولفنا كانت السالفه هذه الصراحه يعني انا احييك على هذا التنظيم الرائع انت واعضاء اللجنه يعني حتى ولدك طلعته من الفوز اللي ما شاء الله صايد سمك يعني يعتبر كان الاول ولكن هذا يعني هذا نصيبه نقول احنا نصيبه هذا اهمال منه اي صاج على طار البحر وسوالف البحر وناس البحر والحداق وشي وهذا يعني اليوم المسابقة هذه صار لها تقريبا 9 سنوات اي والله الموضوع هذا اي نتكلم عن بداياتها وعن اليوم شنو الفرق بين اول مسابقة ومسابقة اليوم ما شاء الله هذه 9 الحمد لله يعني والله طبعا الموضوع في اول ما بدي اول سنة الحمد لله ماشي تمام الحساب بس احنا كل سنة يتعدل زيادة اي يعني يصير في تنظيم اكثر اي يعني وايد لما اخر شيء يعني حتى صارت دامه الامير الله يحفظه يخلي لنا هو اللي عهده ابو فيصل زين وبعدين اخر شيء اللي حطوا حداق السيف هذا حداق السيف يعني اناسه حتى جمهور يا وايد ورا الحداقه اي ما شاء الله واستانسوا فعلا استانسوا يعني وان شاء الله يعني السنة الجاية طبعا ان شاء الله راح تصير إن شاء الله. نفس الشيء ان شاء الله ابو فهد مو مقصر وسلمك الله الحين يعني قاعد يفكرون ان شاء الله الجماعه ابو عبد الله قال لنا ان شاء الله راح يحطون السنة الجاية طبعا ويا ابو فهد يتفقون على انه يحطون الحداقه الصغار البراعم يحدقون يستانسون طبعا يعينه ابوه يقعد يساعده يسوي يقول كذي يسوي كذي وراح اهلهم يشجعون مثل امه واخواته يعني راح يصير شيء جميل والله شيء جميل والبراعم تستانس ان شاء الله عسى الله يحفظك الكلام جميل ويعني وهذه الفكره الجديده هذه صراحه ان شاء الله راح تثري ان شاء الله تصير المهرجان والله ان شاء الله تصير مشكور ما قصرت حياك الله يعطيك الصحه والعافيه حياك الله احنا بكذي اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام هذه الحلقه وفي الختام مشاهدينا الكرام ما يسعني الا ان اشكركم لحسن المتابعه واتمنى كل ما قدمه في هذه الحلقه قد حاز على اعجابكم تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل على امل نلتقي معكم في حلقه جديده ان شاء الله فما الله